جينا الآن إلى المحامين اللي ذكرهم الآن، الرقم اللي ذكره الأخ عبد النبي سلمان، اللي تخرجوا مؤخرا بس 1000 خريج قانون باللغة العربية، يا ليت باللغة الإنجليزية، لأن الشركات لا تستطيع أن تستوعب محامين باللغة العربية، لكن هم يتخرجون للتوظيف في مكاتب المحاماة. أنشأنا نظام خاص، رفعنا المحامين ما كانوا يقبلون بالمشاركة في الأجر، رفعنا مكافأة المحامي إلى 300 دينار، والآن جالسين نفاوض مكاتب مزاولة مهنة المحاماة لقبولهم كمتدربين. الآن سجلنا يمكن موافقة على 49 مكتب وافق على دمج محامين، ومستمرين في العملية.